مرحبا، بتمنى تكونوا قضيتوا عطلة هوستلوف ممتعة. الكومبس الصغير ليلى الكومبس رجع ليخبركم شو صار هالأسبوع. يلا في حكومة؟ ما في حكومة. في حكومة؟ ما في حكومة. في ما... يا الله خربطت. هلا في حكومة ولا ما في حكومة؟ بتعرفوا والله الوضع صار فعلا صعب ومعقد. أولف كريستيفسون فشل أولا في تشكيل الحكومة، وبعد ستيفن لوفين أيضا لم يستطع تشكيل الحكومة لعدم حصوله على الدعم الكافي في البرلمان، وهو النصف زائد واحد. الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة سنعرف نتائجها يوم الأربعاء المقبل، حيث دعا رئيس البرلمان أندرياس نورلين الأحزاب للتصويت على قبول أو رفض زعيم حزب المحافظين أولف كريستيفسون لتسلمه رئاسة الحكومة الجديدة. الوجبات الجيدة في المدرسة. هذا هو خبرنا الثاني. هل تعرفون أن جميع وجبات الطعام المقدمة للطلبة مراقبة من قبل مصلحة الموارد الغذائية السويدية التي تسعى دائما لتقديم الغذاء الصحي ولكل الطلاب؟ ولذلك قدرت المصلحة زيادة الخضروات والتقليل من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى عدم بيع أي نوع من الحلويات في المقاهي المدرسية. تخص توجيهات المصلحة الجديدة المدارس التمهيدية، الابتدائية، الثانوية، و مراكز ترفيه الأطفال Free Teach Him، حيث حملت تلك التوجيهات شعار الوجبات الجديدة في المدرسة. زادت السويد من مساهمتها في صندوق منظمة الصحة العالمية للكوارث بعد قرار الحكومة تخصيص مبلغ 40 مليون كرون سويدي لذلك. سأخبركم عن مهمة صندوق الصحة العالمية للكوارث. الصندوق يعمل على الحد من انتشار الأمراض وتقديم المساعدة الصحية في البلدان التي تعاني من الكوارث. سأعطيكم مثال على ذلك. اليمن تعيش حالة حرب، ونتيجة لذلك انتشر فيها مرض الكوليرا الخطير والقاتل. صندوق الصحة العالمية للكوارث سيقدم هذا المال لشراء الأدوية اللازمة واللقاحات لمنع انتشار هذا المرض وإنقاذ حياة الأطفال، لكنه يساعد أيضا في شفاء الأطفال بدول أخرى يعانون من أمراض خطيرة مثل فيروس الإيبولا في أفريقيا. اللغة الأم. المدارس السويدية تخصص حصة للطلاب يطلق عليها اسم حصة اللغة الأم، حيث يتم فيها تدريس الطلاب لغتهم الأساسية ليتمكنون من التواصل مع العائلة والأهل. من بين هذه اللغات التي يتم تدريسها اللغة العربية، وهي من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، وتعتبر إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، ولغة يسعى تعليمها الكثير من الطلاب غير الناطقين بالعربية والكثير من العلماء الأوروبيين. المعلمة عبير أبو هواش من مدرسة بيكبي في فيستروس تخبرنا عن سبب اهتمام السويد بتعلم الطلاب لغتهم الأم. مناهج التدريس بالسويد بتأكد على أنه الطفل لازم يتعلم لغته الأم،
لأنه لغته الأم بتساعده على أنه يقوي هويته الثقافية، وبتساعده على أنه يقوي ثقته بنفسه، وبتساعده يتواصل مع الآخرين. في كتير بحوث علمية، هاي المناهج التدريسية مبنية على هاي البحوث العلمية اللي بتأكد أنه اللغة الأم هي اللي بتساعد الولد على تعلم اللغة السويدية بشكل أسرع. فأنا بشجع كل الأهل على أنه يعلموا أولادهم اللغة الأم، إن كانت لغة عربية أو إسبانية أو أي لغة كانت. ونحن بدورنا في الكومبس الصغير للي الكومبس نحاول أن نساهم في التعريف أكثر بهذه اللغة. تابعوني دائما، إلى اللقاء في أخبار جديدة الأسبوع المقبل.